ممتاز الجد، يعني كان محافظ على دروسه، محافظ على بيته، محافظ على المعاملة معاينة، يعني كلمتي كلها اللي أنا بقولها له مسموعة. قلت لي كامل يوم زواجك زفوك بالعديل والزين اللي بالطلبطر بعزة الطرفين، أجدها محمد وأبوها محي الدين. تابعت مسيرته وهو ينهض بهذه المنظمة ويدخل عليها كثيرا من المفهومات الجديدة والسياسات الرشيدة، وتحت قيادته احتلت وايفو مكانا مرموقة. واستطاع أيضا الدكتور كامل الطيب إدريس أن يدخل منهج التخطيط الاستراتيجي في عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بل أنشأ إدارة مختصة بالاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية. دي زيارة تانية بالنسبة لي في للوايبو، والتقيت بالدكتور كامل إدريس وعرفت حجم نشاطات المنظمة التي يديرها والعمل الكبير الذي يقوم به، لكن حسيت كأنه لأول مرة برا الوايبو من جديد، وبرا كأني لأول مرة أعرف الدكتور كامل إدريس، يعني كنت براه في صورة جديدة مختلفة من منظار أو من عيون العالم الذي كان يتحدث عنه في تلك اللحظة. والله بصراحة فعلا أحسست بفخر كبير جدا للسودان. دكتور كامل إدريس كان هو أحد القادة القلائل في هذه المنظمة الذين أضافوا كثيرا إلى قيمة هذه المنظمة دولية. دكتور كامل إدريس ألف كتاب ضخم لمعالجة إمكانية أن تكون الملكية الفكرية بفروع مختلفة، إمكانية التنمية وإمكانية يعني تفاعل إنساني وتغيير في العالم، وبالتالي أعطى الدول العالم الثالث والدول النامية والشعوب المختلفة والثقافات المختلفة إمكانية أن تؤسس لنفسها تقدما جديدا على أساس فكري، ولكن يعني مضبوط بالتنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة. الهبة الإلهية علمته اللغة الإنجليزية بطلاقة، واللغة الإسبانية واللغة الفرنسية واللغة العربية، يجيد هذه اللغات، وكما أذكر كمان معها حب اللغة الألمانية. دكتور كامل رجل متواضع، رجل هادئ، ما معقد أو كذا، ورجل صديق يعني على المستوى الشخصي وأخ وكذا، فأتمنى أنه نستفيد منه الفائدة لبلدنا. يعني التحية اللي ممكن واحد يقدمها لشخصية من هذه المجموعة من كوادر السودان، الأخ المعني بهذه المقابلة كامل الطيب، وأتمنى أنه في رحلته الحالية أن يجد الفرصة للالتقاء بكل القوى، مش السياسية والأحزاب بس، ولكن كل القوى المشغولة بالسودان ومصيره، ويسهم في تطوير علاقات السودان مع المنظمات الدولية. له دور في بالصدع في قضايا تصيرية بتخص السودان، طبعا تكلم في الإعلام عنها، تكلم مع الإخوة المسؤولين في الدولة عنها، ولكن في حواره وأنا وهو نتحاور فيه شعرت بأنه أفكار بناءة، قلب على السودان، تطور للسودان. وقد عرفه أهل السودان جميعا أنه شخصية محورية وشخصية وسطية بتجمع كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي السوداني. كامل الطيب إدريس في كثير من الأحيان تجده قد سرح حينما نكون معهم، أقول له أنت وين يا بروف؟ يقول لي أنا في حمد النيل. وحمد النيل لكل الناس السودانيين محل الذكر والنوبة بمقابر حمد النيل المشهورة. أو أنا في عند الشيخ الصايم. فالرجل كان أثناء فترتنا الدراسية وحتى بعد التخرج كان حريصا على الارتباط بأماكن الصوفية، كان صوفيا في نزعته. كامل الطيب مع أخونا الشيخ العركي ربطت علاقته مع أبونا الشيخ وبالمسيد كاف،
فكان يجلس مع أبونا الشيخ، وأبونا الشيخ كان عنده لهم يعني محبة خاصة.